للمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. دكتور أسامة مرحبا بك بداية. حقيقة هناك نقطة لافتة في حديث مراسل القاهرة الإخبارية، وهي مسألة استباق الحقائق، رغم أن هذا الحادث لا يزال قيد التحقيقات من جانب السلطات المصرية وجهات التحقيق. صحيح، يعني أولا التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أولا بالفعل يبدو أن هذا الحادث وهو حادث فردي، حادث عارض، حادث لا يتكرر وربما لا يتكرر كثيرا على الإطلاق، لأنه في النهاية هذا الحادث إذا راجعنا الوقائع التاريخية لا يتجاوز حوادث مشابهة عدد أصابع اليد الواحدة، وربما حادث أو حادثين على مدى عشرات السنين، وبالتالي هذه مسألة لا يجوز اعتبارها مسألة منهجية أو القفز على الحقائق التي تحيط بهذا الحادث. المسألة في تقديري ربما حالة التوتر الموجودة في الإقليم، ربما السياق العام ربما هو الذي حاول البعض أن يقفز على الحقائق وأن يستخدم هذا الحادث وهو حادث فردي عارض لمنحه تأويلات وتفسيرات ووضعه في سياق خاطئ لا يتناسب مع طبيعة الحادث. في تقديري هذه النوعية من الحوادث يجب الانتظار والتريث حتى تصدر جهات التحقيق نتائج التحقيقات الكاملة بعد استيفاء كل الشهادات والاستماع لشهود العيان والاستماع لكل الأطراف والتقصي لكل خيوط الحادث، ثم بعد ذلك الخروج ببيان رسمي واضح مفصل لكافة التفاصيل. لكن للأسف الشديد حالة التوتر الموجودة وحالة القلق التي تعم الإقليم نتيجة الأوضاع في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ربما ألقت بظلال سلبية على محاولات البعض لاستغلال هذا الحادث وتوظيفه ووضعه في سياق خاطئ لا يتناسب مع طبيعة الحادث. ولكن للأسف يعني هذه طبيعة الأمور، ووسائل التواصل الاجتماعي تستخدم في كثير من الأحيان لبث شائعات وبث أخبار زائفة ومحاولة القفز على الحقائق وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. لكن في تقديري الجهات المصرية سواء كانت الجهات الأمنية أو الجهات القضائية تتمتع باحترافية عالية، تتمتع بشفافية واضحة في مثل هذه الأحداث. وقد رأينا ذلك في أكثر من مناسبة وتعلن الحقائق تباعا، لكن بعد استيفاء كل المتطلبات الاحترافية المعنية بالتحقيق وبإجراء كل التفاصيل المعنية بسرية التحقيق ثم إعلان الحقائق عند اكتمال. دكتور أسامة، مصر حققت، وهذا يمكن ورد أيضا في حديث مراسلنا وهو ينقل لنا آخر التفاصيل والتطورات، حققت قفزة في أعداد السائحين في السنوات الماضية، هذا يعكس قدرتها على فكرة تأمين السائحين وغيرهم، يعني مسألة التأمين بشكل عام والأمان في المناطق التي يزورونها، كيف تعقب على هذا وهل من دلالات في هذا الأمر؟ يعني أولا مصر دولة سياحية مهمة ولها تقدير كبير كوجهة سياحية مفضلة لدى ملايين السائحين في العالم. يكفي أن أشير إلى إحصائية لافتة في هذا الصدد، أن مصر استقبلت خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام حوالي 7 ملايين سائح حسب التصريحات الرسمية من جانب وزارة السياحة المصرية، وهذا رقم غير مسبوق، وبالتالي هذا نجاح واضح للاستقرار وشهادة واضحة للاستقرار الأمني والاستقرار السياسي في مصر. وبالتالي هذه مسألة مهمة، لأن تأمين هذه الملايين في وجهات سياحية مختلفة في محافظات مصر المختلفة مسألة ليست بالسهلة، وتعكس احترافية الأجهزة الأمنية المصرية وتعكس قدرة الدولة المصرية على تأمين ضيوف الدولة وعلى منحهم الأجواء المناسبة لقضاء أيام سعيدة والتنقل بشكل حر وبشكل هادئ وآمن في كل المحافظات. وهناك ملايين السائحين، وقد رأينا مهرجانات فنية ومهرجانات ثقافية أجريت وأقيمت في عدد من المحافظات في الساحل الشمالي، في العالمين الجديدة، حتى في المحافظات المشهورة
مروره بالاثار مثل الاقصر واسوان وغيرها، وبالتالي المساله هنا تعكس قدرة للدولة المصرية وقدرة للأجهزة المصرية على تأمين هذه الأفواج وهذه الملايين من السائحين الذين يفدون إلى مصر سنويا. نعم. المشكلة أن بعض من يتداولون أخبارا زائفة أو شائعات لا أصل لها أو ينتزعون بعض الأحداث من سياقها الصحيح ويضعونها في سياق آخر تضر بهذه التنمية السياحية المهمة. ولا ننسى أن السياحة في مصر هي مورد رزق لملايين المواطنين، هي مصدر مهم للدخل القومي، لا سيما بعد التداعيات السلبية التي عاشها هذا القطاع سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما كدنا يعني ما كاد هذا القطاع يتنفس بعض الراحة ويتنفس الصعداء بعد هذه الأزمات المتوالية، حتى يريد البعض من مروجي الشائعات ومروجي الأخبار الزائفة أو من يخرجون بعض الأحداث من سياقها في الإضرار بهذا القطاع. وبالتالي يجب أن يكون هنا الوعي هو السلاح الأساسي الذي يتحلى به المواطنون في تداولهم للمعلومات ويعتمدوا على مصادر موثوقة حتى لا يضروا بهذا القطاع المهم الذي يمثل مصدرا مهما للغاية للدخل القومي وللعملات الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري. نعم دكتور أسامة، حضرتك تحدثت في البداية على السياق العام، ربما كان له دور في هذه الحالة التي نراها. هل يتم إثارة هذه الأمور في توقيتات أو في هذا التوقيت؟ يعني هل لديك تصور للسبب في هذا؟ يعني أولا حالة القلق وحالة التوتر هي بيئة دائما خصبة للشائعات والأخبار الزائفة وحتى المعلومات المضللة سواء بشكل عمدي أو بشكل غير عمدي. وما يعيشه الإقليم من توتر على خلفية ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتأكيد يلقي بظلاله على هذه المسألة. هناك حالة توتر واضحة، هناك اهتمام كبير من قبل الشعوب العربية وبالتأكيد في مقدماتها الشعب المصري، لا سيما وأن مصر من الدول المحورية التي ترتبط ارتباطا تاريخيا وارتباطا وثيقا بالقضية الفلسطينية، ومصر لديها التزام شعبي والتزام رسمي راسخ تجاه القضية الفلسطينية وتجاه حقوق الشعب الفلسطيني. والعلاقات المصرية الفلسطينية والدعم المتواصل واللانهائي سواء من مصر الرسمية أو من مصر الشعبية لا محل للمزايدة عليه ولا محل للتشكيك فيه. وبالتالي ربما هذه الأجواء المتوترة وهذه الصور المتلاحقة وهذا القلق من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة من جانب قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين ربما بالتأكيد يكون لها تأثير سلبي على إشاعة نوع من القلق من التوتر من محاولة أو حالة من الاستنفار التي ربما تمهد السبيل أمام استقبال مثل هذه الشائعات أو أن تكون بيئة خصبة لترويج شائعات وأخبار زائفة بعضها مضلل عن عمد ومحاولة لتوتير الأجواء ومحاولة لاستهداف بعض القطاعات بأن تكون جزءا من الأزمة بدلا من التهدئة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية على هذا التعقيب وهذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.